دي كانت مجموعه من التعليقات والاجابات في انتظار طبعا مزيد من تعليقات حضراتكم. لكن دلوقتي هنروح للاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله. النهارده الجهاز المركزي للتنظيم والاداره هيعقد الاختبار الالكتروني للمتقدمين لشغل 15,000 وظيفه معلم مساعد بمرحله رياض الاطفال. كمان النهارده وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعه هيفتتح دورة اللغة العربية للأئمة بمركز المؤتمرات في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة. ده غير أن النهاردة في 3 مباريات مهمة في الجولة الأربعة بالدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15,187 وظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال، وده هيكون بمركز تقييم القدرات والمسابقات. جهاز التنظيم والإدارة قال إنه هيعمل المسابقة لكل محافظة على حدة، وهيرسل النتيجة مباشرة لوزارة التربية والتعليم. كمان النهاردة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة هيفتتح دورة اللغة العربية للأئمة بمركز المؤتمرات في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة. الدورة هتستمر لمدة 5 أيام وهيشارك فيها 50 إمام، وده في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برفع كفاءة جميع العاملين والتوسع في برامج التدريب للأئمة. لعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 4 من عمر المسابقة. هيلتقي ويلفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد الساعة 3 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي أستون فيلا مع ويست هام، والساعة 5 هيلتقي توتنهام مع نوتنغهام فورست.